أسعار الدواجن حسب موقع بورصة الدواجن المصرية. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر من فضلك اشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أسعار الدواجن اليوم: سعر كيلو الفراخ البيضة من 29 جنيه إلى 30 جنيه، سعر الفراخ البلدي من 34 جنيه ل 45 جنيه، سعر الفراخ الأمهات من 25 جنيه إلى 29 جنيه، سعر كيلو الفراخ الساسو من 40 ل 45 جنيه، أما اللحم الروم البرونزي من 40 ل 45 والروم الأبيض من 35 ل 40 جنيه، البط المسكوفي من 45 ل 50 والمولر من 40 ل 45 والبيض الأبيض الكرتونة من 30 ل 33 جنيه والبيض الأحمر الكرتونة من 30 ل 33 جنيه، أما البيض البلدي فالكرتونة ب 38 جنيه إلى 39 جنيه، سعر الكتكوت عمر يوم واحد من 9 جنيه ل 9 جنيه ونص، سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 4 جنيه ل 5 جنيه، أما سعر الكتكوت البلدي عمر يوم فمن 3 جنيه ونص ل 4 جنيه ونص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك بالقناة تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة. أسعار الدواجن حسب موقع بورصة الدواجن المصرية. أهلا وسهلا بكم.